Edvayer Nana. ايجال النوم ما تقعدش مرشش عليا على خاطرني مانيش نسيت تكرهو، وكيما البارح حكيت لكم وعطيتكم حل كيفاش نضيقوا صبابتنا الواسعه، اليوم خممت في الناس اللي تحب توسع صبابتها الصغيره، والاهم من هذا الكل اللي هي طريقه سهله ومش مكلفه، تي محسوب نفس الحاجات اللي استعملناهم البارح، وهي زويز فراتي كلاست. اما المره هذه لازمهم يكونوا طويل وخشين، كان لازم صوف ومعاهم استشوار. اي ما تستغربش من كلامي وتبعني للاخر، وهاو باش نفهمك ايش باش تعمل بيهم. كي تلبس في كل سيق فردة متاع كلاست، او من بعد تلبس صباطك الضيق كي نلزم البسه بالصيف، وحلي اكا السيشوار وحطه يسخن من الشيرة اللي تحس فيها ضيقة، ومن بعد ابدا حرك سوابعك قرش عليك تحب توسع صباطك بالقوة اللي موجودة في سوابعك. في الحالة هذه السخانة متاع السيشوار هو اللي باش يعاونك في الحقيقة، كي يحل ويوسع في صباط غير وسع وطول بالك، على خاطر الحكاية هذه لازمتها ربيع ساعة وانت تعمل فيها. يكا هو عاد وانت حبني نمشي معاك، كملنا راهو، اي نحي صباطك تو ونحي الكلاست وعاود البسه من لول وجديد. اتو تحكي فيش وسيع وكبر، وتو ما تبقالي باش نقولك كان هرح عليا وفي لمات. دباير نانا.